السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة المحاضرة الكام يا دكتور محمد؟ تالتة إن شاء الله. النهاردة بقى هنبدأ نتكلم في الجزء البراكتيكال أكتر، يعني من الكلام النظري بقى والكونسبتس اللي إحنا كنا بقالنا مرتين عمالين نشرحها. النهاردة هنتكلم على الهيموداليسيس أباريتس. أنت حد فيكم يعرف المكنة دي؟ إيه بقى المكنة دي؟ فيرجينيوس. بالظبط، فيرجينيوس كام؟ 4008 اس. بس الموديول ده منها ده معدل، ده مش عندنا، تمام؟ ده موديول اسمه الاو سي ام، فافتكر دي كويس او عشان دي هنتكلم عليه. طيب لما نيجي نتكلم على المكنه ان جنرال، بيقسموا المكنه كده برودلي الى موضوعين كبار: بلاد سيركت وداياليسيس سوليوشن سيركت. والبلاد سيركت والداياليسيس سوليوشن سيركت الاثنين بيتقابلوا فين؟ في المرشح. ادي البلاد سيركت اهي الاحمر والازرق، وادي الدياليزيت سيركت اللي بيجي من اوضه الميه، وبعد كده بنخلط معاه الاسيد والبيس كونسنتريت ويخش جوه المرشح، وفي الاخر يحصل لهم درينج في الايه، في السيوج. فنقطه التقاء الميه بالدم بتكون فين؟ بتكون في الدياليز. طب لو احنا هنتكلم على البلاد سيركت نفسها بيقسموها لايه؟ بيقسموها الى انفلو او اللي بيسموه الارتيريال فلو او الارتيريال بلاد لاين، والفينس او اللي هو الاوت فلو. هو مين الاسم الصح؟ الاسم الصح نقول انفلو ولا ارتيريال؟ الاسم الصح انفلو، لان هما الاثنين دم واحد. ده مش ارتيريال وده مش فينس. الشرط ممكن كده اقول الاثنين بيبقوا واحد. الاثنين يا اما يبقوا ارتيريال يا اما الاثنين يبقوا فينس اكوردنج للاكسس بتاعك ايه. لو انا بغسل من ايفي فيستولا او ايفي جرافت هيبقى الايه السورس بتاعي ارتيريال، لو انا بغسل من فينس كاتيتر هتبقى ايه الانفلو بتاعي هيبقى فينس. انما احنا يعني بنقول لك اللي داخل واللي طالع، فاحنا تجاوزا بنسميها ايه ارتيريال وفينس لاين. طيب الارتيريال لاين بيتقسم لجزء بري بامب اللي هو الجزء ده اللي بينور ده، اتفقنا كده، والبامب سيجمنت اللي هو الجزء ده، واخر جزء الجزء بتاع البوست بامب اللي هو ده الجزء اللي داخل في الايه في المرشح، اتفقنا كده. طب لو احنا اخدنا الموضوع كده وفردناه بقى، هنفرد بقى الايه اللاين ده، نشوف ايه هي الكونسيستنس بتاعته خلاص، وايه البريشر ديفرنت في كل جزء منه. فعايزين بقى نركز قوي في الحته دي. فالبري بامب سيجمنت اللي هو الجزء لغايه الجزء بتاع البامب ده فيه ثلاث اجزاء رئيسيه. في سامبلنج بورت، ده مكان بقدر اسحب منه العينات بتاعتي اللي اقدر اعمل منه اليوريا ريدكشن ريشيو، اقدر اعمل منه كي تي اوفر في، اسحب اليوريا والكرياتينين بري وبوست داليسيس. وفي بري بامب بريشر مونيتور، ده اقدر ان انا اقيس بيه الضغط بتاع الدم، مش ضغط الدم بقى، ضغط الدم جوه اللاين ده قبل البامب. وفي جزء بيبقى تي لاين، ده عشان اقدر احقن فيه ايه سلاين، عشان اقدر اعمل برايمنج للمكنه. اقول لك احنا بنمرر اللاينات بتاعه المكنه او بنمرر البلاد تيوبنج، اتفقنا كده. طيب الاساسي واللي لازم يكون موجود في اي لاين من في اي لاين في الدنيا دي كلها يا دكتور محمد، السامبلنج بورت والتي لاين. انما بيبقى لاينات بلس اور ماينس فيها البري بامب بريشر مونيتور، مش كل اللاينز فيها ايه فيها البريشر مونيتور ده. فاقوم سائل كده، بما ان انتوا بتشوفوا اللاينات بتاعتنا او التيوبنج بتاعتنا، هل التيوبنج بتاعتنا احنا فيها البري بامب بريشر مونيتور ولا لا؟ ما فيهاش، اتفقنا كده؟ طيب النقطة بقى اللي احنا محتاجين نتكلم عليها وأهمية القصة دي ايه؟ ده كده البريشر، ولو ده كده زيرو بريشر، كل البريشر ما قبل البامب هو نيجاتيف. كل البريشر ما قبل البامب هو ايه؟ هو نيجاتيف. تتوقع ليه يا دكتور محمد يا مالي؟ لأن أنا هنا البامب ديت بتعمل سكشن للدم اجينست ايه؟ اجينست يا اما سن ابره اللي هي النيدل، يا اما اجينست الاسطره، فكده او كده اليومن بتاعهم ضيق، فانا عمال اسحب من اليومن ضيق، فبعمل نيجاتيف بريشر، سكشن بريشر. فدايما البريشر قبل البامب يبقى ايه؟ يبقى قليل، يبقى بالنيجاتيف. متفقين كده على القصه؟ طيب هي بيقول حضرتك ان عاده يعني ان البلاد بامب ديت بتشتغل في رينج 200 لرينج 600، وعشان احنا الريزيستنس بتاعت الارتيريال اوبننج بتاعت الكاستر او بتاعت النيدل بتبقى ضيقه قوي، فبالتالي بيحصل ايه؟ بيحصل نيجاتيف بريشر. طب النقطه المهمه هنا ايه؟ النقطه المهمه اللي خلينا نركز فيها قوي، ان لو حصل ان مثلا انا كنت بركب محلول
خد بالك، بدي المريض محلول على المكنه او بدي له دم او بدي له واتس ايفر. والقصه بقى اللي بتحصل كتير قوي، يقول لك ده عشان يخلص المحلول بسرعه يقوم عامل فيه ايه؟ مخرم. مخرم جلد المحلول من فوق، تمام؟ فيحصل ايه؟ انت هنا عندك نيجاتيف بريشر، عندك نيجاتيف بريشر، فيبدا المحلول بعد ما يخلص يسحب اير، فتلاقي فيه هواء دخل جوه الايه؟ جوه الايه؟ بلاد تيوبنج بتاعتك، تبقى مشكله. او لو انا عندي شرخ او كسره او حته مش مظبوطه او مش قافل الدنيا كويس، فممكن بمنتهى السهوله عشان النيجاتيف بريشر اللي موجود يخش اير جوه الايه؟ جوه اللاينز بتاعتي، ويحصل منها مشكله. فدي نفس اللي اخد بالي منها قوي قوي قوي. طيب تاني يا فندم، لو انا سبت هنا اللاين ده مفتوح بتاع السلاين انفيوجن، او لو انا كنت حاطط سلاين، كنت بعلق المريض سلاين وخرمت الابره من فوق، خرمت الايه؟ جلده المحلول من فوق، انا عشان عندي هنا نيجاتيف بريشر في الحته دي، اللاين ده كله البري بامب هيسحب هواء، فالهواء هيخش عندك جوه اللاينز. طب لو انا يعني عندي الايه الكونكشن مش اتكسرت خالص، لا بقت انكمبليت، يعني فتحه صغيره، هيحصل يتكون بابلز جوه اللاينز. طب البابلز دي يحصل لها ايه؟ هي مش هتوصل للمريض، لان هي في عندنا فينا ستراب بعد كده هيسحب اير ده، بس هتخش جوه الايه؟ جوه الدايليزر، تخش جوه المرشح. ولو دخلت جوه المرشح هتسد فتحات كتيره من فتحات المرشح ده، فهتعمل ايه في الـ في الـ في الافشنسي بتاع الدياليسز؟ هتقلل. دي قصه ثانيه بقى، يعني حاجه حصلت بعد القصه دي، عدت الايه؟ عدت الموضوع. طيب احنا اتفقنا ان هو البريشر هنا نيجاتيف، طب هاو نيجاتيف بقى؟ هاو ماتش نيجاتيف؟ نيجاتيف قد ايه؟ قال لك ده بيعتمد على ثلاث حاجات، البلاد فلو ريت بتاعك قد ايه؟ البامب سرعتها قد ايه؟ وده كلام منطقي، كل ما الفلو ريت زاد كل ما النيجاتيفيتي زادت، كلام منطقي يعني. طيب البلاد فيسكوستي او الهيماتوكريت يعني او البارشال ترومبوزس يعني ان جنرال، كل ما كان بلاد مور فيسكوس كل ما انت احتاجت بريشر اعلى عشان تحرك. طيب الكاستر انفلو اليومن سايز، الفرنش بتاع القسطره قد ايه؟ احنا بنركب هنا قسطره عندنا كام فرنش؟ 12 14 ونص، 12 14 ونص على حسب انا مركب قساطر طولها قد ايه، تمام. اول نيدل برضو، النيدل لما ناخدها ان شاء الله مع بعض هنعرف ان فيها قياس ليها جوب سايز زي كده الايه الكانيولات 16 و18 والكلام ده كله. طيب القصه اللي احنا عايزين نفهمها، بيقول حضرتك whether or not the end of the arterial needle or catheter partially obstructed، لو القسطره او لا او النيدل دي partially obstructed، بيبقى بيحصل ايه في الكاستر انفلو ده؟ لو المفروض ان احنا مصممين القساطر والنيدل عشان تسمح بمرور الايه ال 200 ل 600 مللي دم في الايه في الدقيقه، انما لو في تيشو ظهر جواها مش مدخل السن كويس، السن معوج، او القسطره بتاعتك حصل عليها فايبر شيس، فبالتالي هيحصل ايه؟ النيجاتيفيتي هتزيد، تبدا بقى يحصل الايه اللي احنا بنشوفه ده، السكشن، ده اللي احنا بنسميه السكشن. اتفقنا كده؟ طيب احنا كل ده في البري بامب. طب انا على المكنه بقى اقراها ازاي؟ هو عندي هنا الموديول ده او الجزء بتاع الارتيريال بريشر وبيديني ليميت، ده الليميت بتاعي خلاص. طيب البريشر ليميت ده لو انا كده كبرته، شوف هنا محطوط على كام؟ تقريبا نيجاتيف اراوند 100، وهي متظبطه كده من نيجاتيف 300 لبوزيتيف 260، فانا كده في الرينج ده انا تمام. خد بالك؟ طب افرض حصل كده، ايه اللي حصل؟ المكنه نورت احمر وادالك الارم 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 ان انت عديت البريشر ليميت، بقت مور بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. طب ايه اللي يخلي المكنه تدي بوزيتيف كده بقى؟ ايه اللي يخلي البريشر بعد ما كان نيجاتيف، لان انت بتسحب من حته مقفوله، البريشر زاد والدنيا بقت سالكه ما بقاش نيجاتيف. لا لا، بعد فين ده؟ انت بعد دي قصه ثانيه خالص. اللي قبل، اللي قبل فتح بقت مفتوحه على الهواء، ما بقاش قدامي ريزيستنس، انا ما بقتش بسحب من حته ضيقه، انا بقيت بسحب من الهواء اللي هو واسع. ايه ده يعني؟ ايه اللي حصل؟ يعني حضرتك حصل اكسيدنتال ديسكونكشن لللاينز. يا نهار اسود، عارف يعني ايه اكسيدنتال ديسكونكشن؟ هو ايه حضرتك؟ المريض عمال ينزف دلوقتي، احمد حصل ايه؟ يا اما النيدل اتفكت، يا اما اللاينز فكت من بعضها، يا اما بتاعه الحته الحمراء اتفكت عن القسطره،
اللاين الاحمر اتفك على القسطره. طب ماشي هيخش هوا في المكنه ده طز في مريض دلوقتي عمال بينزل. فهي دي المشكله ما علينا بقى تمام. فقال حضرتك اكسيدنتال ديسكونكشن اوف ذا بلاد تيوبينج فروم ذا فينس كاستر اور ارتيريا نيد بتحصل وارد جدا. طب النقطه الثانيه نزل تحت برضو ايه هيديني الارم. مهم جدا موضوع الالارمات اللي بتحصل ده لازم ابقى واخد بالي واعرف المكنه دي بتنور احمر ليه، المكنه دي وقفت ليه، ليه البامب هنا واقف. اصل هو سواء الدات بوزيتيف او نيجاتيف المكنه بتديك ساوند الارم وبتوقف البلاد بامب تمنع الايه الكونتينيوشن بتاع الدالس. ايه اللي ممكن يا محمد امال يعمل كده يوقع البامب تحت بالظبط كده في اوبستراكشن سواء كينك او كلوت موجود جوه اليومن. ابدا بقى ادور انا واشوف اه طب ايه بقى البريشر نزل تحت بالنيجاتيف اه ده هنا بقى هنا بقى في ساكشن. اشوف بقى الاسطره مش متظبطه، الاسطره مش مع السنه ما تتحرك من مكانه الكلام ده كله. طيب السؤال بقى المهم، هل انا خلاص بقى تمام حطيت المكنه بتاعتي على الدياليسيز ومستني بقى وظبطت البريشر ليميت بتاعي وكبر انا دماغي بقى انا قاعد مستنيها انا عارف ان هي لو فكت هيجيني الارم فاست بريشر، هل ده يكفيني ان انا اعتمد عليه؟ السؤال بمنحنى اخر، السؤال بطريقه تانية، هل ممكن يحصل ديسكونكشن في الارتيريال لاين من غير ما المكنه تدي الارم؟ اه ممكن. ايه بقى اللي هيحصل؟ قال حضرتك لو انت اللاين نفسه كان اصلا من الاول فيه بارشل ابستراكشن فانت لما فكيته بقى في الهواء هو لسه بيسحب بنيجاتيف بريشر لان اللاين ضيق واخد بالك، او النيدل بتاعه الفيستولا كلها اتشالت فالنيدل بقى بيسحب من النيدل فالنيدل نفسها اليومن بتاعها ضيق فلسه بيسحب من نيجاتيف بريشر فالمكنه مش هتنور غير لما الهواء يوصل للايه المرشح. يا نهار يا كل ده بقى انا حصلنا كل ده لغايه ما المريض عمال بتاعي ينزف. فالنقطه اللي هو عايز يوصل لك ايه يقول لك يعني dont rely على القصه دي ودايما خلي عينك مع المريض بتاعك مش مجرد ان انا بس عمال مثلا المكنه تزمر لو حصل حاجه هتظبط كده. ده الجزء الايه البري بامب. البامب بقى نفسها والله العظيم بلوك شغل عالي بالك. بيقول لك البامب بتشتغل بالطريقه دي بيقول يعني بوصفها في الكتاب يقول لك ايه it is like milking a straw. يعني ايه؟ وفين الشاليمو كانك ماسك شاليمو بتعصره كده تطلع اللي جواه. هي نفس ده نفس الميكانيزم اللي البامب بتشتغل بيه. الكتاب ده جميل قوي في الامثله بتاعته بيحط امثله كده يشرح لك يشرح لك كل حاجه كده بايه بسهوله وبلطف يعني. فانت عمال بتعصر اهو الايه بتعصر البامب نفسها البامب بتعصر الايه البلاد تيوبنج. هو بالمناسبه اسمه بلاد تيوبنج ماشي اللاينات دي ما بيننا وبين بعضنا يعني. طيب طب ايه مشكله البامب سيجمنت او المشكله ممكن تحصل فيها البلاد تيوبنج اوف ذا بامب سيجمنت؟ المشكله ان هو ممكن مع الوقت يا دكتور محمود وستايم نتيجه ان انت عمال تعمل ريبيتد كومبريشن يحصل فلاتند يبقى فلات. ولو بقى فلات الدنيا مش تمشي كويس اتبطط يعني تمام. فبالتالي هيحصل ايه او لو في نيجاتيف فيري نيجاتيف بريشر بقى عالي فبرضه هيتقفل. فالخلاصه سواء كده او كده الستروك فوليوم هيقل كميه الدم اللي المفروض البامب متبرمجه انها تطلعه مش هتطلعه. فعشان نتجاوز عن الموضوع ده الشركات عملت ايه؟ لو انا كده قلت لك يا دكتوره حنان بمنتهى البساطه كده طبعا هي المفروض البامب سيجمنت ممكن يكون موجوده في اللاين الاحمر واللاين الازرق بس يعني جابت العاده الاشهر ان هو يبقى موجود فين؟ في الاحمر. هو لازم يكون موجود في الاحمر وممكن بلس اور ماينس يكون موجود في الازرق. ساعات بيبقى في مكان بيعمل فينس بامب في مكان بتاع مالتي فلتريت والبريزما والكلام ده. بمنتهى السرعه كده لو بصيت على اللاين ده على البلاد تيوبنج ده فين الجزء اللي المفروض يتحط في الايه في البامب؟ ايه المميز فيه عن بقيه اخواته؟ الجزء الايه؟ التخين. احنا عشان نتجنب موضوع الريبيتد تير اند شير ده اللي بيحصل والريبيت كومبريشن ان هي تبطط اللاين عملنا ايه؟ عملنا الحته دي ريجيد. احنا ما وسعناهاش، احنا تخنا الوول، خلينا الوول تخين عشان يستحمل. وصلت لك القصه دي عامله
خلاص بقى انت متبرمج مخك انت هتفتح التيوبنج من الكيس بتاعها الحته التخينه دي خلاص تخش بقى ظبطها في البامب على طول. ولازم تبقى مظبطها كويس قوي لا تعملها لوز ولا تعملها تو تايت لازم تبقى متبرمجه. عشان كده لازم احط البلات تيوبنج بتاع المناسب للمكنه بتاعتي. يعني عشان احنا بنشتغل في الوقت عندنا باكتر من نوع مكنه فممكن تلاقي ايه لخبطه. فانت لازم تعرف ايه الايه البلات تيوبنج نوعه اللي يمشي مع المكنه دي ولا لا. اتفقنا كده؟ طيب ده كان الجزء البري بامب والبامب. بوست بامب بقى احنا البري بامب فيه ثلاث حاجات. قبل البامب بيبقى فيه سامبلنج بورت وفي بريشر بامب سوري بريشر مونيتور اللي بتسميها بي 1 وفي انفيوجن تي لاين. بعد كده البامب سيجمنت وبعد كده البوست بامب سيجمنت. بوست بامب سيجمنت فيه ايه؟ في برضو تي لاين فور هيبرين انفيوجن فور هيبرين انفيوجن فيجن براي حاجه هيبرين انفيوجن و بوست بامب بريشر هنسميه بي 2. فبقول لحضرتك ركز بقى في النقطه دي اهو. P2 زائد P3 ايه P3 ده؟ ده البريشر في الفينس اريا في الاوت فلو بعد المرشح بناخد المتوسط بتاعه يبقى ده هيبقى متوسط البريشر جوه المرشح. قولها تاني قولها تاني. البريشر بعد البمب وقبل المرشح ده هنسميه P2 والبريشر بعد المرشح هنسميه بي 3. احنا هنجمعهم وناخد المتوسط بتاعهم يبقى انا كده عرفت متوسط البريشر جوه الايه جوه الممبرين جوه الدياليزر. لو انا عرفت متوسط البريشر ده كام هبدا اظبط البريشر اوف ذا دياليزيت عشان اخلق لحضرتك تي ام بي تقدر تعمل على اساسه الترا ايه فلتريشن. مش احنا المره اللي فاتت قعدنا نقول المره اللي فاتت واللي قبليها يا جماعه الالترا فلتريشن بتعتمد على التي ام بي الالترا فلتريشن. يبقى انا لو عرفت البريشر قبل الدياليزر كام بعد الدياليزر كام اقدر اعرف البريشر جوه الدياليزر متوسطه كام. فانا كمكنه هبدا اظبط البريشر بتاع الدياليزيت بتاعي عشان اخلق لك تي ام بي تقدر تعمل بيه الترا فلتريشن. وصلت كده؟ طب حلوة. السؤال بقى المهم توقع يا دكتور ايتي البريشر هنا اخباره ايه في الحته دي؟ بوست بامب لازم بوست. It is always a positive pressure. It is always a positive pressure. لازم يبقى بوست. ليه؟ ده انت بعد البامب ده في واحد عمال يزق ده انا واقف هنا وفي واحد عمال ده اعلى نقطه بريشر لازم يكون ايه؟ always بوست. طيب how positive بقى بيعتمد على ايه؟ انا ما اعرف الحاجات اللي بتغير فيه برضه. قال لك الدات فلوريت كل ما البامب بقت اسرع كل ما الضغط هنا عالي تمام. الدات فيسكوستي نفس الكلام. الريزيستنت ات ذا دياليزر اند بيوند ذا دياليزر بعد دياليزر. يعني لو المرشح متجلط احنا ضغط هيعلى بي 2. طب لو ما بعد المرشح الفينس لايت متجلط هيسمع عندي بي 2 برضه. يعني التي ام بي هيضرب خد بالك نقطة مهمة جدا دي. يبقى أنا دكتور لو عندي لقيت التي ام بي بيعلى عندي على المكنة اعرف إن في مشكلة في المرشح أو ما بعد المرشح. نقطة مهمة أوي. إحنا كل هدفنا من اللي إحنا بنعمله ده عشان الممارسة اليومية لشغلنا. أنا لما أروح دلوقتي طيب يبقى إحنا اتفقنا على النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. فيقول لحضرتك اعرف يعني لو البريشر بدا يعلى في البي 2 ده اعرف ان في امبندنج كلوتنج في البلاد لاين او دياليز. وبص على التي ام بي تي ام بي تي ام بي تي ام بي هيسمع عندك فين التي ام بي. اتفقنا كده؟ طيب فينس او الاوت فلو بقى او الفينس لاين ده بيبقى فيه جزئين بعد المرشح بقى. في بريشر اللي هو البي 3 اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه اللي احنا بنعتمد عليه عشان نعمل ايه؟ عشان نخلق تي ام بي ماشي. في اير ديتكتور او الاير تراب وفي انجكشن بورت لو انت عايز تحقن حاجه المريض بتحقنها هنا. اتفقنا كده؟ طب تعالى نكبر بقى الحته دي كده السيجمنت دي ونبص عليها. ايه بقى القصه بتاعتها دي؟ بقول لحضرتك لو انا شاكك ان في اي جزء عندي في البلاد تيوبنج بدا يكون كلوت ابص فين؟
بص على الاير ديتكتور. اي الانسيبينت او اي امبندنج كلوتين هيبدا يتكون هنا الاول، اللي اي كلوت هتتجمع هنا الاول في الاير ديتكتور. فانا لو شاكك ان اللاينات عندي بدات تتجلط، بص على طول ايه على الرينا ستراب ديت، هلاقيها مجمعه، هلاقيها بدات تجمع. اتفقنا كده؟ طيب الـ لو حصل كلوتين في الفينس سيركت دي او في الفينس لاين، هيعلي عندي بريشر فين؟ بي 1 ولا بي 2 ولا بي 3؟ بي 3 وبي 2. يبقى هيسمع معايا فين؟ على المكنه؟ تي ام بي. تي ام بي. اتفقنا كده؟ طب حلو قوي. طب الفينس بريشر بقى بيعتمد على ايه؟ بيعتمد هو بس سؤال، تي ام بي ده جنبه كده صفين، واحد ارتيريال اللي هو قلنا عليه ده وفينس، واحد فينس ارتيريال ده اللي هو بي 1، ارتيريال ده اللي هو المفروض بي 1. الفينس ده بقى اللي هو بيقول بي 3. بي 3 والتي ام بي متوسط بي 2 بي 3. ماشي كده الكلام. طيب البي 3 بيعتمد على الفيسكوستي بلاد فلو ريت والاكسس ريزيستنس، الشنطه عندك او الفيستول عندك بتاخد كويس او القسطره بتاخد كويس ولا لا. اتفقنا كده؟ طب فين بقى دكتور محمود؟ هو التي ام بي، لا احنا بنتكلم بقى في الفينوس بريشر اهو. الفينوس بريشر اهو. ماشي كده الكلام. السؤال هيبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف يا دكتوره حنان؟ بوزيتيف اولويز. ايه بوزيتيف؟ طب يلا بينا شوف بقى ايه اللي ممكن يحصل. الحاجات اللي بتطلع وتنزل دي وبتقلب المكنه احمر و... تمام. فهنا البريشر بقى بوزيتيف. خدت بالك ان الارقام اخبارها ايه؟ جيت هناك بقى كان هناك في النص زيرو وتحت ماينس. هنا البريشر عالي فوق الايه؟ فوق البريشر ليميت بتاعي. ايه اللي ممكن يعمل كده؟ الاستراكشر. ايه؟ الاستراكشر في القسطره مثلا او في البلاد تيوب ان جنرال. خلاص كينك او كلوت. اتفقنا؟ طب ايه اللي ممكن يعمل كده؟ فاكيد بالظبط كده. الله يفتح عليك. سيبريشن اور ليكج. في حاجه بتسرب بيه. في حاجه بتسرب. انت بتفتح كده بترمي على الهواء. سهله كده القصه لغايه دلوقتي؟ الدنيا سهله. بدأنا نعرف الحاجات اللي موجودة على المكان عندي، أبص على إيه وأبص على إيه، ولو ده على دلالة على إيه، ولو ده وطن دلالة على إيه. بنكمل الكلام بتاعنا ونشوف النقطة دي. بيقولك don't ever ever إنك تعتمد على الفينس بريشر في اللاين سيباريشن. ما تعتمدش برضو عليه زي ما عملنا في الأرتيريال لاين، برضو ما تعتمدش عليه في الفينس لاين. اتفقنا؟ يعني هو ده ممكن يحصل امتى؟ المفروض يعني امتى ممكن يحصل سيبريشن كده؟ قالك لو في مشكله في المريض بتاعك. لو المريض بتاعك عنده كوجنيتيف ديس اوردر، اجيتيتد وديستربد ليفل اوف كونشسنس. شد. انا حصلت معايا مره، كان مريض عنده سكيزوفرينيا وامتنع عن الغسيل لفتره، وكان جاي لنا كوماتوز الجلسه والثانيه. فوق قال لك انتوا بتعملوا فيا ايه؟ وراح شد مهزله يعني. بالظبط. ممكن طبعا. فبقول حاجه، those patients those who repeatedly throw stuff effort to leave their access site exposed. احنا طول الجلسه المفروض التمريض يا جماعه ايدك فوق عشان افضل شايفها، ما تخبيش ايدك، لان انا مش معتمد، مش ممكن المكنه ما تزمرش، ممكن المكنه ما تطلعش الارمات. فلو انت بقى قلقان قوي من المريض ده، لو انت قلقان قوي، ما تعتمدش على البريشر وما يعتمد على ايه. لا ده في اديشنال ديفايس ممكن يركب. ده مثلا ديفايس اسمه ريد سنس. ريد سنس ده عباره عن ايه؟ ده ديفايس اللاين ده بيتغير من المريض للتاني. تمام. الديفايس ده بيشتغل ببطاريه وبيتحط كده يا اما على دراع المريض يا اما بيتحط على عمود بتاع محلول، حامل محلول. والجزء ده فيه فوتو سنسور. اتفقنا؟ هحط ده فوق المكان بتاع النيدل بانكشر. حلو كده. هحط الحته دي فوق المكان بتاع النيدل بانكشر واحط عليه بعد كده بلاستر بتاعي عادي. المكان ده لو قرى نقطه دم، نقطه هتلاقي عمل لك صفاره تي 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 تي، انت عرفت ان في مشكله. يبدا بقى يزمر وينور وبتاع ما اعرفش ايه، ان كده في مشكله، ان هو قرى نقطه دم. مش مستنيك بقى يحصل كومبليت سيبريشن والدم يغرق الاوضه عشان. فهو ده يعني ايه؟ لو انت خايف او المريض بتاعك عنده مشكله، او انت عندك كذا مريض ومش هتلحق تتخدم عليهم كلهم في نفس الوقت، فانت ممكن تعمل ايه؟ جهاز زي ده.
نخش على واحده من اهم الحتت في الفينوس تيوبينج وهي الفينوس اير تراب. فكرته ايه الفينوس اير تراب؟ كونتينر هدفه ان لو في اي نقطه هواء دخلت في الفينوس لاين هتتجمع هنا فوق. ليه؟ لان الهواء اخف من الدم فهيطلع فوق تخرج بالحته دي. فاهمين الكونسبت الفيزيائي بتاعها؟ اكيد يعني اي نقطه هواء هتخش من هنا عشان هي اخف من الهواء بيطلع فوق، هيطلع فوق يطلع من النقطه دي. طب بس سافر بقى انت دخلت هواء كتير، خد بالك ان انت هنا الحته الجريدي والحته الجريدي فيه سنسورز فوتو سنسورز برضه، بس دول متعودين يقروا الغامق يقروا الدم. بس يعني انت لو دخلت هواء كده بالمنظر ده تلاقي المكنه زورت احمر هنا وتلاقي الكلامب ده قفل. لا بص عليها تاني والنبي عشان دي ما متعوب عليها. تمام؟ هيحصل ايه لما بص المكنه نورت احمر اديتك اير ديتكتور وحصل والكلامب راح وقفلك الايه؟ جلسه. فيري سترونج ايه كلامب. هدف الكلامب ده ايه؟ انه يمنع وصول الهواء ده للمريض عشان ما يحصلش ايه؟ بالك ده انت مكن وبريشر والدنيا شغاله كونتينوس. فالكلامب هوب تك قفلك اللاين والمكنه راح منوره احمر ومديك ايه؟ اير ايه؟ اير ديتكتور. فهي دي كده الايه البلد سيركت. تمام؟ احنا ان شاء الله المره الجايه باذن الله رب العالمين يعني هنبدا نتكلم في السيركت الثانيه اللي هي الدياليسيس فلويد سيركت. والدياليسيس فلويد سيركت من الحاجات المحترمه قوي قوي قوي، حاجات صعبه قوي قوي قوي. فيعني اي هوب ان انتوا ذكرتوا كويس الجزئين اللي فاتوا عشان نكمل وما نتاخرش. احنا كده وصلنا لصفحه كام؟ فيعني اهو اهو الحمد لله احسن من ما فيش يعني. اتفقنا كده يا جماعه؟ يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.